ازيكو؟ لقيت في الميموري عندي على الفيسبوك اني كنت عاملة مكرونة بالفيتا من 6 سنين، وكنت كمان مسمياها الريفيتا وحركات كده، فحبيت اعمل النهاردة المكرونة الاشهر على التيك توك واللي خلصت الفيتا من المحلات، وفي اخر الفيديو هقولكوا رأيي بامانة في الاتنين، فخلونا نشوف مع بعض الطريقتين. هنبدأ الأول بطريقة التيك توك. هنضيف طماطم تشيري وفصين ثوم، ونضيف زيت زيتون عشان لما نحط البهارات تمسك في الطماطم. هنا معايا قطعة جبنة فيتا حوالي 100 جرام. هنضيف بقى البهارات، ملح، فلفل اسود، بابريكا، بهارات ايطالية، وبعدين نضيف النعناع او الريحان، يعني انا كان متوفر عندي نعناع فحطيته، ونقلبهم كده مع بعض وعلى الفرن لحد بقى ما الطماطم تطرى معانا وتاخد لون كده. نهرس كل الكلام ده بقى مع بعضه، وهنا بقى بيضيفوا المكرونة، بس انا حبيت اضيفها على وش المكرونة بالشكل ده. ندخل بقى على طريقتي اللي عملتها من 6 سنين. انا هنا جبت طماطم وقطعتها كبير كده، وفلفل حراق او رومي حسب الرغبة، ضفت زيت زيتون، فصين ثوم مهروسين، ونقلب كده، وبعدين ننزل بقى بالطماطم والفلفل ونقلب. انا هنا عايزة الطماطم تاخد لون كده من الوشين، هنضيف بقى الملح والفلفل الاسود والبابريكا والزعتر، ونقلب الكلام ده كله في بعضه، وهنضيف بقى هنا فنجان مية عشان تعمل معايا صوص، ونغطي لحد ما الطماطم تطرى. نيجي بقى هنا في الكبة او الخلاط، نضيف جبنة مكعبات او سايلة اللي بتبقى في كاسات دي، وقطع الفيتا طبعا، وشوية لبن حوالي فنجان كده، ونضربهم. هنا بقى الصوص جاهز، نهرسه كده شوية، وبعدين ننزل بخليط الجبنة ونقلب. ضفت هنا نعناع برضو، يعني زيادة عن وصفتي اللي من 6 سنين، وبعدين ننزل بالمكرونة ونقلب. في صينية الفرن بقى هنضيف المكرونة، ونحط بقى جبنة موتزاريلا، بس نكتر جبنة، وعلى الفرن لحد ما الجبنة تسيح. رأيي بقى، وعشان ما تقولوش اني بشكر في نفسي، فعلا 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 طريقتي احلى بكتير، والصينية اتنسفت. مكرونة التيك توك انا اكلت منها، بس يعني ما قدرتش اخلصها الصراحة، يعني فيها مزازة غريبة جدا كده وقوية جدا، كأنك حاطة نص كوباية خل مثلا على المكرونة. المهم، عشان ما اطولش الفيديو اكتر من كده، لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك والكومنت، تقولوا لي في رأيكم، وبس كده.